عشان بدأوا يتحركوا يا دكتور، بدأوا يتحركوا. انت بتتكلم عن ايه؟ هم نايمين الوقت ده من اليوم. دكتور بس سيبنا اشتغل بقى. قربت سالك صعب عشان اتعلم. المفروض مصحيش حشد. يا خبر. ازاي ده؟ لا بجد مش دلوقتي.
سان جون، انا مارك كوبلند. كنت عايز اعتذر لك عن اللي حصل للموتوسيكل. بعد كل اللي عملته عشان المعسكر انا كنت فاهمك غلط. انا اسف تاني. سان جون، انا كوبلند. ماني قال انه معاه قطعه غيار موتوسيكلك. مش معايا عملات للمعسكر كفايه. لما يبقى معاك عدي عليه علشان يصلحه. كوبلند حول. هو ده معنى ايه؟ برضه هتصرف. ماشي، معانا ايه هنا؟ انت بتاعي دلوقتي. هو ايه اللي حصل هنا؟ اي حاجه سابوها هنا تستحق المجهود ده كله؟ شوف كويس. شفته قبل كده. افتح يا ديك. اهلا ماني. مفروض يفضل معاك لوقت. حلف دي علشانك.
اختيار حلو جدا، اختيار حلو. هو ايوه دي قطعة حلوة. جميل، محتاج حاجة تانية؟ المفروض يفضل معاك لوقت. في اكتر بعد كده هشوفك. ديكن سين جون. اهلا ديمون، ايه اخبار تجارة السلاح؟ ده الوقت المناسب. محتاج ده؟ لحم الغزلان هايل. عايز اي حاجة تانية؟ المسوخ مش هتلعب معاك تاني، ده اللي بتكلم عنه. في ترقية جاية. كويس. تمام. تعال لو احتجت اي حاجة. ديكن سانت جون، قول لي اخبارك ايه يا صاحبي؟ جازي، اخبارك ايه؟ يا ديك، خلاص انت خلي بالك من نفسك هناك، سامعني؟ هو ده. ازيك يا ديك، عامل ايه؟ دايما ايه الاخبار؟ ايه حكايتك ديك؟ اهلا يا ماني. لازم اتصرف. ضربته في راسه. ماشي، خلينا نشوف ايه اللي بيحصل هنا. جايزة تانية. اخيرا شردين شافوني اخر مصانعي. ايوه
تخلص فعلا. سحنة خلصت. زفت فخ الناس ممتاز ويتهايل. منك يا سافل، مبقاش عندك فخاخ تاني النهارده. ها تعال نشوف. يلا نمشي. الممزقين المقرفين، أنا هقتلكم كلكم. أنا شفت التايهين. أيوة أنا شفتهم برضو.
لازم دلوقتي؟ يا رجالة التايهين ما تخوفنا. هنا دامت كده كفاية. يلا بينا. لقيته. ولقينا أنوار خضراء. الأنوار خضراء خبر هيخليهم يجوا هنا. أهو هناك. اللي هيحاول يعدي الحواجز هيتقتل، واللي هيحاول يعارض
ما دول كلهم؟ ايوه يا خبر. نشوف عندهم ايه. ايوه حقن نيرو. هنا مش هنعرف.